حنصلي في الأقصى للأقصى كلنا نشتاق وبنتمنى نوصل له بس شو بتفيد الأشواق لو عنه عم تتخلوا للأقصى كلنا نشتاق وبنتمنى نوصل له بس شو بتفيد الأشواق لو عنه عم تتخلوا لا تبخل عنه بكلمة والكلمة بتحيي الهمة والهمة بتحيي الأمة وإن شاء الله بالأقصى تصلوا لا تبخل عنه بكلمة والكلمة بتحيي الهمة والهمة بتحيي الأمة إن شاء الله بالأقصى تصلوا حنصلي في الأقصى في الأقصى حنصلي جيل بجيل توصي وقربي ما بتضلي حنصلي في الأقصى في الأقصى حنصلي جيل بجيل توصي وقربي ما بتضلي رجعين 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 هي هي هلا هلا هي هلا 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 هي 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 هلا هلا هي هي خلونا تاريخ ونعرف ونعرف كل العالم حدا رح يقبل يتصنف انه يدعم شي ظالم خلونا تاريخ ونعرف ونعرف كل العالم حدا رح يقبل يتصنف انه يدعم شي ظالم لو يعرفوا مع مين الحق للبحث اللي بيحكوا لا وقت العودي جرسوا دق والكل اللي يحيي رجع سالم يعرفوا مع مين الحق للبحث اللي بيحكوا لا وقت العودي جرسوا دق والكل اللي يحيي رجع سالم هنصلي في الأقصى في الأقصى حنصلي جيل بجيل توصى شو